كرار اسمه؟ اي كرار. شنو امنيتك؟ شنو تطلب من الامام الحسين؟ امنيتي اني شافين. ايش فيك؟ انا عندي مرض سرطان. زائر راح تزور لو تخدم؟ لا هنا موكبنا. اسمه موكب؟ موكب شباب علي الرضا. موكب شباب علي الرضا، شو تقدمون خدمات؟ هواي يعني شنو؟ يعني وجبة غداء وريوق وعشاء منام منام شيء. انت شو تسوي؟ اريد اعرف انت مهمتك شنو؟ يعني كل شيء. شو تدري؟ معقولة انت تطبخ؟ ها؟ انت ما تعرف تطبخ اكيد. لا اطبخ ليش؟ تطبخ مثلا نخبز. تعرف تخبز؟ ايه عليك والله. زين انت تعبت لو لا؟ والله الحسين ما اتعب ابد ابد. مبين تعبان. والله الحسين ما اتعب انا. ليش هالقد تحب الامام الحسين؟ هو يعني حبنا الحسين. ايه احنا يعني منطينا ارواحنا للحسين. قلت لي كرار اسمه؟ ايه كرار. شنو امنيتك؟ شنو تطلب من الامام الحسين؟ امنيتي اني شافين. ايش فيك؟ انا عندي مرض سرطان. ليش تاخرني؟ ها؟ ليش قاعد تاخرني؟ ربي يشفيك ان شاء الله. من ايش وقت هاي عندك هذا المرض؟ انا مولد 2010، صار عندي من 2013. قاعد تتعالج؟ اي قاعد اضرب كيمياوي. كلش قد؟ يعني كل فتره الابره ب 13 ورقه قاعد اضربها. كل شهر 13. قاعد تتاذى من قاعد تضرب هاي الابره؟ شيء اكيد بجسمي. قاعد اضرب. ربي يشفيك. وان شاء الله كل سنه انت متواجد بهذا الطريق. يا رب حق هاي كل خطوة من زائرين الإمام الحسين، مو يقولون 25 مليون، يا رب إن شاء الله تنشفي بأسرع وقت. ربي يخليك، وأريد هاي الابتسامة تستمر وهذا النشاط يستمر، وأنا متأكد إن شاء الله ببركة الإمام الحسين راح تنشاف. يا إن شاء الله ونفرح بيك. والله ممنون، مشكور. أحبتي المشاهدين، طبعا اليوم طفل بهذا العمر ومصاب بهذا المرض الخطير وقاعد يساند يشتغل بكل عنفوان وبكل حماس. اقسم بالله السان اليوم الناس الحمد لله ما امتلك اي مرض او شيء، وصلت الى مرحله ممكن اتعب بعض الشيء ممكن، ولكن اليوم لما اشوف هذا الطفل حقيقه انا خجلت. كثير من الزارين خجلوا امام هذا الشيء. هاي عظمه الامام الحسين احبه المشاهدين، يضرب كيمياوي بسبب هذا المرض اللعين. ربي ان شاء الله يشافى كل المؤمنين من هذا المرض، وبهاي الصورة قاعد يقدم هذه الخدمات العظيمة. الحمد لله والشكر على خدمته.